دائما في طريق تافوغالت. هذه طريق تافوغالت اللي كتشوفوا طريق ردوها روعة صراحة. هذه كدير بركان ومن هنا غادي لتافوغالت. رحنا اليوم 3 في شهر 8 2023 في المغرب الحبيب. سيداتي آنستي سادتي مرحبا بكم في تافوغالت. رحنا في تافوغالت كما كتشوفوا. تافوغالت مكان سياحي فيه لابيسين كبير هنايا. اللي ما كيعرفوش منطقة إقليم بركان بالنسبة للناس اللي كيعرفوش الناس ديال الغرب مثلا ديال الداخلة ديال هذا هو في زوان فيه كل ما كل هذا هو تافوغالت فيه كل ما تعشقه الأعين وتتلذذه الأنفس. مكان جميل صراحة. بغيت تشوفها بحال داكشي ديال بني ملال بحيت كاين واحد الجردة هنا زين. أنا بزاف ما جيت كاين واحد الجردة هنا إلا باقية فيها شي تماثيل كيعبروا على الوقت الاستعمار الوقت العبودية إلى آخره على ما أعتقد. وراهم صابوها ما كانتش هكا. أنا ملي جيت لها زمان كان هاد شكا صابوها ردوها شوف وكأنك في إسبانيا. ليس ثناء على إسبانيا وإنما هما خدموا بلادهم فهادشي ديال الجبال والطرقان في الجبال إلى آخره شي حاجة ما تفهم والو. فلذلك عطات مذهب إسبانيا ليس لأنها معرفة شنو كتبقى بقعة موجودة على الأرض ونحن موجودون على الأرض. الله الذي خلقنا هو نفس الإله الذي خلقهم يتنفسون نفس الهواء لكن هما كيخدموا. فلذلك الطبهر جات لي بانهم هنايا كاين واحد الاستثنائيات في الخدمه ديال الطريق شي حاجه جوي جميله بزاف. ها هما كاين هاد السيارات هادو ما عرفتش سميتهم اللي بغى يكري على ما اعتقد. ها هما راه نشوفهم حتى انا بزاف ما جيت هنا. ها واحد النافوره دايرينها ليه ما صورتهاش مع الاسف. الناس ساكنين في الجبل شي حاجه جميله صراحه. هذه الخرجه ديال تافوغالت غادي نكتفي بهذا القدر ديال الفيديو نزيد نصور غير شويه ديال الخرجه ديال تافوغالت. دابا حنا خارجين في اتجاه وجده العيون جراده الى اخره. بالنسبه للناس اللي كيعرفوش المنطقه او المنطقه ما عرفتوش المنطقه او المنطقه ها هي كطريق غادي وتجيب دائما حتى دخلنا ل جات كلها كدي ثنائيه ازدواجيه من اللي خرجت لها من الطريق ديال بركان كلها كدي وتجيب. شوف صراحه انا وكانني اقول بلسان الحال اجي تشوف الحسن الثاني ولدك كيفاش رد البلاد. صراحه البلاد خدمت صغير شويه الجديه من الجميع والصدق من الجميع والاخلاص من الجميع وحب الوطن والمواطن من الجميع. نقدم شو بعيد ولا كنا كنستعملوا اسلوب الانانيه نخدم ولادي ولا نخدم ولادي والاخرين للجحيم راه ما مره نتحركوا خطوه. وهكذا المهم نكتفي بهذا القدر. كان معكم السي حسين تحياتي للجميع السلام والرحمه والبركه.